عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى من الله الجميع يكون بخير إن شاء الله. فيديو النهاردة إن شاء الله مش هنتكلم فيه بس عن كسوف الشمس، الكسوف الخطير بمعنى الكلمة، اللي ارتقب طبعا العالم كله، واللي حول دول أمريكا الجنوبية أو خاصة تشيلي والأرجنتين من 4 العصر إلى ليل مظلم في خلال 4 ساعات، وكان الكسوف الكلي تقريبا قعد 4 دقائق و32 ثانية تقريبا. لكن الكسوف اللي حصل ده مرتبط بمحور أو بأهم حاجة بنتكلم عليها في القناة واتكلمنا في فيديوهات كتير عنها، اللي هو الكوكب ذو الذنب أو نبيرو أو أي اسم بيطلق عليه يعني. والنهاردة هنتكلم عن ملاحظات مهمة جدا لاحظها كل الباحثين أو المهتمين واللي على يقين إن الكوكب بيقترب الفترة الأخيرة دي. وطبعا احنا كمسلمين عارفين ان اقتراب الكوكب ده هو هيكون سبب في آية الدخان اللي هي بداية او اولى العلامات الكبرى. طب لكن قبل ما نبتدي فيديو النهاردة ان شاء الله، في خلال الفاصل السريع ده لو مش مشترك تشترك وتضغط على علامة الجرس عشان يوصل لك اشعارات بكل الفيديوهات، تعمل لايك للفيديو ان شاء الله، تشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. اولا نتكلم عن الكسوف اللي احنا اتكلمنا فيه اكتر من مرة. باختصار يا جماعة، الكسوف مش مجرد ظواهر طبيعية زي ما بيقولوا. الكسوف آيات ربنا سبحانه وتعالى بيخوف بيها العباد علشان اللي بعيد شوية يرجع، اللي بعيد خالص يبتدي يتقرب لربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انه قادر على انهاء الكون في لحظة، قادر على تغيير الامور اللي انتوا شايفينها عادية بتحصل كل يوم، قادر سبحانه وتعالى انه يأذن بقيام القيامة بدون سابق تحذير. وده اللي فهمه لنا وعلمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، انه كان بيفزع وقت الخسوف والكسوف، والاحاديث على كده كتير وذكرناها في فيديوهات قبل كده. والايات دي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتبرها ايات كبيرة مش ايات عادية. وطبعا كسوف الشمس اخطر من خسوف القمر، لان هي اقرب شوية لعلامات القيامة، لان علامات القيامة بترتبط بالشمس أكتر من القمر بالنسبة لخروج الشمس مثلا من غروبها. طبعا الكلام ده احنا عارفين انه مش هيعجب أصحاب النظريات العلمية البحتة اللي بتاخد كلام الغرب وكأنه إيمان بالغيبيات، يعني هو ماشي وراهم أي حاجة بيقولوها بيصدقها وبيلغي طبعا إيمانه، بيلغي تفكيره، سواء بقى تخالف العقيدة أو تتوافق مع العقيدة. هو ما بيفكرش في الكلام ده خالص، هو بيصدق الأمر ده وخلاص. وحتى لو جيت عرضت عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فللأسف ما بيصدقوش أو ما بيقتنعش بيه أو بيعتبره كلام من 1400 سنة، لكن دلوقتي العلم تقدم وما بيحاولش حتى هو يفكر، حتى لو يعني ما تكلمش بالإيمانيات، لا فكر أنت في اللي بيعرض عليك، هو ما بيفكرش فيه أساسا. يعني باختصار هو بيعتبر للأسف أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان قديم شوية فيعتبر أقل درجة علمية من التطور واللي اكتشفوه دلوقتي. وللأسف الأمر ده بقى متفشي في كتير جدا من المسلمين. الكسوف ده يا جماعة يعني أنا بقول لكم انتظروا بعده بكوارث خطيرة جدا، حتى لو ما كانتش كوارث من اللي احنا بنشوفها دلوقتي هتكون مشاكل. المهم انه هيكون في عقاب على المناطق اللي حضرت الكسوف وشافته، لان زي ما قلنا قبل كده ان ده تحذير من ربنا سبحانه وتعالى، ولو التحذير ده عدى بدون تغيير فهيكون في عقاب. هيكون فين الكلام ده؟ هيكون في امريكا الجنوبيه، خاصه تشيلي، الارجنتين، وكمان معظم جنوب المحيط الهادي، الاكوادور، الباراغواي، الاورجواي، والبرازيل. وطبعا يا جماعه الناس اللي هي هتسمعنا برضو واللي بيكرروا نفس الكلام ان انت بتنجم او بتعلم الغيب، احنا بنقول يا جماعه ده حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، ان دي ايات تخويف من ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا هيدلنا ايات تخويف بدون نتيجه بعديها؟ لا، قلنا في نتيجه ان الناس لو اتعظت ربنا سبحانه وتعالى هيرفع غضبه ويرفع العذاب، لان الناس لو ما عملتش وما خافتش وما تقربتش من ربنا سبحانه وتعالى يبقى هينزل عقاب ربنا سبحانه وتعالى، او ربنا من رحمته هيدينا فرص تانية أو هيدي الناس اللي ظهر عليها آيات التخويف فرصة تانية. طبعا الكسوف ده حصل في أمريكا الجنوبية زي ما احنا قلنا، حصل يوم الثلاث اللي فات، كان بتاريخ 2/7/2019،
الكسوف ده غطى 200 كيلو متر، قلنا حصل تحديدا في تشيلي والأرجنتين. طبعا حول النهار إلى ليل، أو تقريبا بالظبط كانت الساعة 4 العصر، لمدة 4 دقايق و32 ثانية تقريبا. طيب الكسوف ده قصته إيه بقى ونادر ليه؟ الكسوف ده ما حصلش من 427 سنة على تشيلي، وآخر مرة حصل كسوف زي ده على تشيلي كان سنة 1592، وطبعا بكده ده يبقى كسوف نادر جدا حدوثه عالميا. لكن هو ما حصلش كمان 4 دقايق و32 ثانية بس، ده الكسوف الكلي اللي هي الدنيا ظلمت خالص فيه، لكن هو مدته الأصلية 4 ساعات و56 ثانية، يعني تقريبا 5 ساعات. طيب كده فسرنا خطورة الكسوف وندرته زي ما العلماء قالوا. فطبعا احنا بنقول يا جماعة احنا بنكلم الناس اللي فيها عقل، والناس كمان اللي دايما بإيمانها بيتحرك في الأمور اللي زي كده. لكن الناس التانية اللي واخدة الأمور عادية خالص، أو زي مثلا ما بنشوف الفيديوهات بتاعت توقيت حدوث الأمور دي وبيقعدوا يضحكوا ويهزروا وعاملينها رحلة، لا احنا بنكلم الناس اللي بتفكر فيها علميا وارتباطها بالأحداث اللي بتحصل، أو الناس اللي بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى وعارفة إن دي آيات تخويف. زائد بقى اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض من بداية القناة من 2017 لغاية النهاردة، كسوفات كتير جدا، خسوفات كتيرة وكلها نادرة، يعني زي خسوف القرن اللي حصل شهر 7 السنة اللي فاتت، كان مدته كان 7 ساعات ويسمى بخسوف القرن. فكل الأمور دي هل هي عادية؟ لا مش عادية طبعا، لأنها ما كانتش بتحصل قبل كده بالتقارب ده وبالخطورة دي. طيب ندخل بقى كده علشان الفيديو ما يطولش مننا، نشوف الصور ونشوف بقى أهم حاجة النهاردة بنتكلم فيها، إيه هو الملاحظ والغريب اللي لاحظوا الباحثين في موضوع اقتراب الكوكب وإيه تأثيره على الأرض، فلاحظوا إيه وقت الخسوف. لما نفتح الصورة كده ونشوف مع بعض، هتلاقي هنا في أول صورة هنشوف ظهور شبه 3 هلات بالقرب من الشمس وقت الكسوف، طبعا ملهاش تفسير علمي واضح. والصورة دي حقيقية وصورة أصلية وما فيهاش أي تلاعب. لكن المهم بقى واللي حصل في الكسوف ده نفس اللي حصل في خسوف القمر الأخير اللي هو حصل قبل الفجر واستمر لغاية الساعة 9 صباحا. حصل ايه بقى ساعتها اللي هو قريب من اللي هقول لكم عليه النهاردة؟ خسوف القمر كان موجود قدامي 8 الساعة 8 والساعة 9، والشمس في حالة شروق باينة قدامي، فالشمس كده مش هي اللي بين الأرض والقمر. ده الكلام اللي حصل في الكسوف الأخير بقى ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، لكن بطريقة تانية. هنا في الفيديو يعني الصورة هتكون أوضح، لأن الفيديو الحركة سريعة شوية لكن الصورة هتكون ثابتة أكتر، فهنقدر نلاحظ فيها الملاحظة اللي بنتكلم عليها دي. المفترض طبعا زي ما احنا بنقول علميا إن القمر هيكون في أقرب نقطة اللي هي نقطة الحضيض، هيكون واضح لينا حجمه كبير جدا، وهيمر ما بين الأرض والشمس فهيحجب الشمس. لكن هم قالوا كمان إن هو هيحجب ما يقرب من 106% من حجم الشمس، فكده هيغطي الشمس بالكامل، لان هو على كلامهم ان هو اقرب، فظاهر ان هو حجمه اكبر من الشمس. هنا بقى هنلاحظ ان في ضوء تحت موجود على الشمال، ملوش دخل خالص باللي بيحصل مع الشمس زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. طيب هل ده بقى ضوء القمر مثلا، او ضوء كوكب ضخم، او ضوء شمس تانية زي ما بيقولوا، ولا ايه حقيقة الضوء اللي موجود تحت ده؟ يعني هو من المفترض ان خلاص احنا ما عندناش غير الشمس والقمر، والقمر هيعدي قدام الشمس فهيحجب الدنيا زي ما انتم شايفين ويحولها لليل لمدة 4 دقايق و32 ثانية. طيب الضوء اللي تحت اللي انتوا شايفينه ده ضوء ايه؟
فده يا جماعة نفس اللي حصل بالظبط زي ما قلت في الخسوف الأخير اللي كان صدمة لناس كتير قوي، واخدة كلام ناسا وغيرها من الوكالات الفضائية إنه كلام مسلم به ولا جدال فيه. طبعا كانت صدمة بالنسبة لهم زي ما قلت لكم، إن هو شايف خسوف القمر شغال قدامه، والشمس اللي هي المفروض هي السبب في الخسوف ده بتشرق وموجودة في مكانها. طبعا في بعض الناس قالك لا ده الظل عشان في انكسار كذا وانكسار كذا. لا الكلام ده ما يعني انا بالعقل ما يدخلش دماغي، لو انا هفكر فيه بالعقل ما يدخلش دماغي، لان انتوا زي ما انتوا شايفين النهاردة كده في الصورة المفروض ان القمر موجود اهو، باين يعني موجود وباين. فاحنا بنقول بنتساءل النهاردة وبنفكر مع بعض، انا مش بفرض رأيي على حد، ايه النور اللي موجود تحت ده؟ طبعا انا مش لوحدي الكلام ده قلته، انا اول ما شفت الصور لاحظته، لكن دخلت بحثت لقيت ناس كتير قوي من العرب ومن الغرب اكتر بيحاولوا يحللوا ايه الضوء اللي تحت ده او ايه اللي بيحصل ده، لغاية دلوقتي ملوش تفسير علمي. وباختصار هتحتار في اللي بيعلمه لنا زي ما بنحتار في حاجات كتير قوي مش عايزين نتطرق ليها دلوقتي، لكن بنقول يا جماعة احنا فينا عقل نفكر بيه. لكن طبعا الامور دي مش موضوعنا النهاردة عشان برضو الفيديوهات بتطول مننا غصب عننا، لكن احنا بنقول نفكر يا جماعة، نفكر احنا كمسلمين وك يعني كبشر عادي، يعني انت ليك عقل، ربنا خلق لك عقل تفكر بيه. هل الاحداث اللي بتحصل الكتيرة دي قوي 2017 و18 واحنا لسه يعني في نص 2019 والاحداث بالقوة دي، بقى سيبك كمان من الكوارث الكتير اللي بتحصل، لكن الاحداث اللي هي ايات تخويف من ربنا سبحانه وتعالى لما تحصل بالقوة دي وبالكسرة دي، هل ده ما يدلش على ان ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الارض لحدث اكبر، واللي احنا بنقول عليه انه اثر صحيح عن ابن عباس ترجمان القرآن اللي قال فيه وكان بينتظر خروج الكوكب وما قدرش ينام الليلة دي، اللي هو هيكون او الكوكب ذو الذنب اللي هيكون سبب طرق الدخان زي ما ذكر كده، وبداية العلامات، علامات اخر الزمان بقى، بداية العلامات الكبرى اللي علماء الغرب دلوقتي والباحثين سواء في الغرب او كمسلمين بيؤكدوا ان الاحداث اللي بتحصل دي تدل على اقترابه، لكن انه يحدد بقى المدار فين او قرب او بعد او كده، الكلام ده احنا يعني انا عن نفسي مش متفق معاهم فيه. لكن هو زي ما قلنا قبل كده ان انت لما تبقى، وفسرناه باختصار كده، ان انت لما تبقى واقف في مكان وفي نار قوية جدا بتقرب من بعيد، انت بتحس بتأثير النار دي حتى هي لو لسه ما ظهرتش قدامك لان هي لسه بعيدة، ولكن كونها نار وقوية فبتدي تأثير بقى بدرجات حرارة، تدي تأثير بأيا كان تأثيرها، وكل ما بتقرب أكتر كل ما بتشوف تأثيرها أكتر، وده اللي احنا بنقول عليه إن الكوارث دي لا يمكن تكون بتحصل كده اعتباطا، لا الأحداث كمان الكونية أو الظواهر اللي بتحصل في السماء. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيقص الناس بغتة، بالذات في آخر زمان بيجيب لنا علامات وعلامات وعلامات، علامات صغرى وعلامات كبرى، رحمة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا بكرر زي ما بقول كل مرة، احنا لا نجزم ان انت هيحصل حاجة السنة دي او اللي بعديها او اللي بعديها او كمان شهر، الله اعلم بايه اللي هيحصل. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم، انتظروا من 1400 سنة. فاذا كنا فعلا احنا على اعتاب النهاية فانت مستفيد، لان زي ما احنا بنقول كل مره الكوارث بتحصل فجاه دلوقتي، خسوفات كتير، فيضانات كتير، براكين، زلازل كتير، فهل الامور دي كده بتعدي وخلاص ولا يعني ممكن في لحظه الانسان يعرض للموت؟ فاحنا بنقول نرجع لربنا سبحانه وتعالى، ودي نصيحه حتى لو ما فيش حاجه بتحصل لازم نقدمها لبعض. فباختصار يا جماعة، موضوع طبعا يوم القيامة ده احنا ما بنتكلمش فيه خالص، لأن لا يعلم يوم القيامة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكنها علامات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن في علامات قيامة صغرى وعلامات قيامة كبرى، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته إن هو
دلنا عليه علشان نتقرب منه سبحانه وتعالى، خاصة إذا كنا في آخر الزمان زي ما كل العلماء بيقولوا إن إحنا فعلا في آخر الزمان. وعلشان ما يطولش مننا الفيديو أكتر من كده، ما ننساش زي ما بيقول كل مرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.